فضلا منك أخي الكريم وليس أمرا منا، اضغط على زر الإعجاب واترك لنا تعليقا جميلا واشترك في القناة ليصلك كل جديد، وكذلك لكي تشجعنا على المزيد من المجهودات والإتيان بكل ما يفيدك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو إن شاء الله سوف يكون على مشكل، وهذا المشكل طرح علي العديد من المرات في التعليقات على اليوتيوب. طبعا يعاني منه أصحاب هذا التساؤل، يعاني أن البطارية أو عفوا أن السماعة السماعتين لا تشتبك معا على الهاتف. طبعا فعندما يقوم صاحبنا بإخراج السماعات من العلبة مثلا على هذا الشكل، ويقوم بإخراج السماعات من العلبة، فقد تتصل سماعة واحدة مع الهاتف، ولكن هذه السماعة لا تتصل مع الهاتف، فحتى وإن قام بإعادة إطفاء البلوتوث فيقع نفس الشيء، فيظهر له أن السماعات متصلة، ولكن عند الاستعمال فقط يسمع هذه السماعة هي التي بها هي التي تشتغل، ولكن هذه السماعة لا تشتغل. إخواني الكرام، سوف أريكم الطريقة كيف يمكنك التفادي هذا المشكل. لدينا هذه السماعة هنا، سوف نقوم بتشغيلها على سبيل المثال. كما تشاهدون تم فتح هذه السماعة. في هذه الحالة لدي السماعتين شغالتين معا، لكن أنت إن كانت لديك سماعة واحدة، في هذه الحالة يا إخواني الكرام ماذا يجب أن تفعل؟ فسوف تذهب مباشرة إلى خاصية البلوتوث على هذا الشكل كما تشاهدون. بالنسبة لنظام الأندرويد فهذا نظام iOS نظام آيفون، فيمكنك الذهاب إلى الإعدادات، وهي نفس تقريبا نفس الخطوات. نظام الأندرويد ما عليك فقط هو الضغط مطولا على هذا الخاصية، الضغط مطول وينتقل بك بشكل مباشر إلى إعدادات البلوتوث، ولكن في بالنسبة لنظام الآيفون فيمكنك الذهاب إلى إعدادات والذهاب إلى خاصية البلوتوث هنا والضغط أمامها والضغط أمام السماعات، فالسماعات متصلة كما هو المشكل، فهي متصلة ولكن السماعة واحدة هي التي تعمل. ما عليك فقط هو الضغط أمام السماعة والذهاب إلى الأسفل، وسوف تجد أوبلي لاباغا، يعني مسح هذا الجهاز من هذا النوع من خاصية البلوتوث. سوف تجد مسح هذا الجهاز والعديد من الكلمات، سواء كان هاتفك باللغة العربية أو الفرنسية، المهم هو إزالة هذا الجهاز من خاصية البلوتوث. تضغط على هذه الخاصية وتقوم بإزالة هذا الجهاز، لأن الهاتف يعتبر هذا جهاز خارج، وبالتالي تقوم أنت بفصل هذا الجهاز عن الهاتف. عندما تقوم أنت بفصل الجهاز أو بفصل هذه السماعات ومحوها من ذاكرة البلوتوث، فالبلوتوث يتعرف عليها من جديد، وبالتالي هذا التعرف يؤدي إلى تعرف على السماعتين معا أخي الكريم. ففي السابق البلوتوث تعرف على سماعة واحدة ولم يتعرف على السماعة الثانية، طبعا لأن السماعات في العلبة يعتمدان على نفس الاسم، وهذا نفس الاسم، فإن أخذت السماعة أو اقترنت أحد السماعات به فالثانية لا تستطيع الاقتران معه، وبالتالي فيجب على الهاتف أو على خاصية البلوتوث أن تقترن بنفس الاسم على السماعتين معا في نفس الوقت، وبالتالي أنت قمت بمسح ذاكرة البلوتوث بحيث لا يتعرف عليها كما في السابق، وبالتالي تقوم بإزالة الخاصية أو بإزالة هذا الجهاز، وتقوم بإعادة تشغيل البلوتوث وتشغيل السماعة على هذا الشكل. كما يظهر الآن هو يتعرف عليها من جديد، أعطاني هذا الاسم بحيث أضغط على كونيكسيون. فضلا منك أخي الكريم وليس أمرا منا، اضغط على زر الإعجاب واترك لنا تعليقا جميلا واشترك في القناة ليصلك كل جديد، وكذلك لكي تشجعنا على المزيد من المجهودات والإتيان بكل ما يفيدك. الآن الهاتف يتعرف على السماعة من جديد.
يجب أن أضغط على هذا الزر هنا مطولا. طبعا هذه السماعات فهي ليست أصلية، بالتالي فالطريقة التي أعمل بها فلا تصلح مع هذه الخاصية التي يعتمد على نظام iOS، فيقول لي هنا اذهب إلى الإعدادات بشكل مباشر، سوف أذهب إلى الإعدادات بشكل مباشر وأقوم بالتوصيل عن طريق طريقة يدوية. والاتصال على أي حال. وتم الاتصال مع السماعات إخواني الكرام على هذا الشكل، سوف أعيد التجربة. وتم الاتصال على أو التعرف على السماعات من جديد. فعندما أنت تقوم بمسح الاسم من الهاتف فهو يمسح جميع البيانات التي كانت تصدرها العلبة وتصدرها السماعات، فالبيانات التي تم إصدارها من الهاتف كانت مغلوطة، وبالتالي فالهاتف لم يفرق بين السماعتين معا، وبالتالي فيعطيك الأمر بسماعة واحدة. وعندما تمسح أنت باسم السماعة على الهاتف فهو يتعرف عليها من جديد، وبالتالي فتقترنين السماعتين معا. إخواني الكرام، شكرا جزيلا للمشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.